مع فريق الحرس الوطني، فرصة جول أول لكن ضاعت، والثانية بتضيع لكن ما زالت خطورة موجودة. أوه جول، دربك في المرمى، ولكن بالأخير الحرس سجل والحرس تقدم والحرس يأتي بهدف اللقاء الأول في هذه المباراة. إذا أعزائي المتابعين 1-0 لفريق الحرس الوطني عن طريق لاعبهم الذي تقدم وسجل هذه الكرة، عبد الرحمن الثويني يسجل ويتقدم، والحارس الوطني يضغط في هذه اللحظات بالمباراة. يعني لو أن الحارس الوطني يحقق انتصار إلى الجولة الثالثة من دورة المرحوم عبد الله أمشاري الروضان. هذه كرة بتوصل حاليا مع الحارس الوطني، حاضر مع العويضات، يا الله يا الله على يوسف العويضات، قطعها سددها بشكل سريع. جزء من الثانية كان هو اتخاذ القرار قبل قليل عن طريق يوسف العويضات. شوف شوف شوف، استلم، شاف المرمى، سدد بكل قوة، ما ثناها ولا انتظر ولا تردد، لا سدد اللاعب الأردني يوسف العويضات ويأتي بهدف التعادل في هذه المباراة، وبيعود زون سنت في هذه اللحظات. إذا عندنا محاولة، عندنا فرصة هذه اللحظة، لحد هذه اللحظة المباراة هي صراع على الكرة، صراع على الكرة فقط لا غير. هنا محاولة موجودة، جول، نعم من جديد عبد العزيز الثويني قاتل على الكرة وقاتل على هدف اللقاء الثاني، وأتى بهدف اللقاء الثاني بعد أداء ممتاز، بعد روح قتالية ممتازة.